سيك ما لاوش دخان على خاطر ليه جامي ولا ما يخرج يخرج انا شد قول غرغوش ها هو يد الفه هناك شعل ندوره كنت انا شارك دوي شعل بالبالا برك بالبالا نقلبو من الداخل برك شعلو ايه انا رايحين ايه حتى شنو دوب الترافع تقدر اللي في الاخر تفكر لي لازم ندير دوب الترافع ماشي من تاع البارح من تاع دول البارح عندها ديما ثلاث ايام بالعربيه ما يتشعل ما جاوش طفوها نقول لك بصراحه ما يا 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 بيرسون ما جاش شنو شوف كان تشعل هيه وما قاعد قدامنا هنا ويا النار تشعل هيه والتراكتور قرب يتحرق يدير في الطراب يدير في الاخر في الحرث وهما قاعد يتفرجوا فيه وقبيله قاعدين لهيه اربحوا عمرو للماء والكميو قاعد هنا قالوا اروح لهون ها هو اللي جا قاعد حتى انا ضربوك باش راحوا انت باش راح يطفيو كان قادر لهي سبقوا لها او عنده كراجات عنده املاك عنده تراكتورات يتحرقوا له انت لهج لهنا واش دير هنايا يعني هذا هو الشعب هذا طفر غير في الشعب المسكين سيتو لا ما ربي يخلف ان شاء الله امين ان شاء الله بارك الله فيك تنسيو باش واحد يا ربي ملك هكذا كيما هذا عايش مسكين هنا وعلى خنت تجي تطبق لي دراك وتريح ها نوسيو ها سبان ترافاي يا خاك مساء الخير مساء الخير رانا نشوفوا فيكم باللي مازالكم مع مساعي باش طفيو هذا النار اللي كانت هنا في منطقه العزيب عندها ممكن يومين ولا ثلاثه النار هذه عندها هي سمانه ملي تشعلت لي بومبيه جاو ما طفاوهاش مليح واذا به بعد ايام قليله عاود تشعلت امس او الصباح هذا على الواحده حرائق الغابات تاثرت بزاف كاين ممتلكات مواطنين كاينين ممتلكات مواطنين بزاف عندنا ممتلك لثلث ثلث لي جونغار تاع الدجاج عنده واحد تحرق ما في حاله غير خطيره وعندنا اشجار الزيتون اشجار التين اذا مواصله لهذه التغطيه المباشره معنا هذا المواطن ابن بلديه العزيب احد المتضررين في هذا الحرائق مساء الخير مساء الخير خويا رانا نشوفوا بلي حرائق كبيره راهي شهدت المنطقه تاعكم يا تشوف يا بعينك يعني ما شوف واش دار شوف جناين تاع المواطنين جناين ما خلات زيتون ما خلات كرم ما خلات والو والو شوف بعينك ها شوف يعني ما واش نقول لك ربي ربي يطفيها ان شاء الله كيما قلت اللي جعل فينا في ظهره ان شاء الله كيما نقولوا هذا ماك هو جعل شوف ورانا نشوف بلي الاغلبيه جنين تاع مواطنين يعني ويسترزقوا منها ايه كاين بزاف يا شوف الزيتون هذا وعايش منه هذا شوف ها قدام واحد الحرق هذا شوف وعايش من الزيتون ما كاين والو خلاص دار راح الزيتون خلاص دوك تاش ولا الزيتون هذا ها ولا على الاقل واحد 4 سنين باش يعاود تحشى باش تعاود ترزق باش وقتاش راح كله ان شاء الله هذاك ما كان ربي يخلف ان شاء الله اللهم امين علينا المؤمنين ان شاء الله وربي يطفي ان شاء الله النار هذه ويهز علينا هذه الوباء الثانيه اللي وزت علينا هذا ان شاء الله ان شاء الله ياسر السلام عليكم يعطيك الصحه بارك الله فيك اش راك نتي تبي شعل انت مستاي ها باش هاديني الى ربي الى ربي هاني خلص هذا خلص من ربي شراوي غنتدل ندي ذي مدان للحيوان ذي خامن هاشي لي هاني صغار بيك الدنيا ان شاء الله شتي تاعت القاع يقراي رغانداي وسي غاره وسي غاره القاع شحال من كيلو يسعان انا واذا كاين مره اذا كي ديجا انت درت مره محسوب سعان حد يسعى سيار زواج حد يسعى ثلاثه حداه الملكيه مره فيك ممكن يسعى على بيتك فوالا هكا اذا نواصل هذه التغطيه المباشره نحن مباشره في مكان الحريق بالذات اين تواصل لمصالح الحمايه المدنيه مدعومه بمجهودات جباره من المواطنين ابناء العزيب الذين وقفوا وقفه رجل واحد من اجل اخماد هذه النيران كما تلاحظون العمليه تتم بصعوبه بسبب الرياح الكبيره التي تهب على المنطقه وعلى الجزائر قاطبه منذ اكثر من 4 ايام
شوف طفينا احنا البارحيه بدات على الوحده تاع الليل، كانوا المواطنين في عين المكان طفينا، حبست على 11 كانت حبسه منا من جهه لي زونغار هذو الفوق يعني بروتيجينا الحاله مليح، حبست ومن بعد من ثم ما على بالناش كان شويه هبه تاع ريح زادت عاود تناضت. الريتل تاع الحمايه المدنيه كان يعني في الموقف خدم، ماشي ما نقولوش ما خدمش، ولكن النار هذه قسمت لنا الريتل على زوج، كي قسمته على زوج القوه ما قدرتش تقدم لنا لهنا باش يعني تحبس لنا هذا الاشعله الشعله هذه اللي جات لهنا. والحمد لله على كل حال من ناحيه الممتلكات المواطنين يعني لا شجره لا كيما نقولوا راح بالشجر بالحجر كراحت كامل. الا كان من ناحيه يعني الديار الحمد لله يعني من ناحيه يعني الارواح ما عندناش ان شاء الله ما كان والو. عندنا هنا زوج ديار الفوق ضروا، كاين هنايا ثاني مول الكراجات هذو هنا اللي ضروا، الكهرباء دوك ما عندهمش تريسيتي تحرقت راه ما كانش. والى من ناحيه القريه هاك تشوف يعني الله يباركها معقبها ان شاء الله وربي يجيب الخير ان شاء الله وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للحرائق هذه اللي تشعل فيها في معظم الولايات، شوفوا اخواننا في تيزي وزو في شكيكده في كل بلاصه راهي تشعل. احنا هنا ما خافوش حتى ربي شعلوها علينا على الوحده تاع الليل، يعني 90% من الشعب راقد حتى باش يهرب ما يقدرش يهرب، لا خافوا ربي ومو شعلوها في النهار ما تشعلوهاش في الليل، ومو تمدوا فرصه للناس باش تهرب تروح تهرب ما تهرب. التغطية المباشرة للمناطق المتضررة من الحرائق الأخيرة في الجزائر، نحن بمنطقة العزيب دائما مع هذا المواطن الذي تعرض جزء من بيته للحرق. مساء الخير. مساء النور. واش صار بالذات؟ الحرائق اسمها كانت النار قوية بزاف، ومن بعد لحقت لي للكراج نتاع المال، ومن بعد هربت المال، ومن بعد لحقت لي النوادر تاع الكورد 367 بوطة تاع كورد تحرقت هكذا في الطريق، يعني كلتها النار كامل. ومن بعد تحرقوا لي هنايا صيب نتاع الدجاج هنا 25 دجاجة اللي مدي هنايا، ودارت لي على المحيط هذا مرة الزواتن هذو هنا الزيتون تحرق لي الزيتون هنا في قاع الدار، ومن بعد لحقت لي حتى الحيوط نتاع الدار. المهم وهربنا احنا من الدار، خرجنا من الدار ومن بعد جرينا. المهم كاميمو طفينا شويه ما لحقتناش يعني ما دخلتش للدار، حبسناها على الدار. المهم هي تحرق كلش يعني تحرق كلش، صبحت من الصباح صبحت من كوب ديريكت، ما كان ديجا برا ما كان واش ياكل المال، في الدار ما كانش واش ياكل المال، تديهم للسوق يساوموك بالكوتبي، يعطيوك الناجو تاع 3 ملايين يساوموك ب 700000 يعني ما. واش تقول لهذو اللي كانوا سبب في الحرائق هذه؟ واش نقول لهم؟ نقول لربي يهديهم، ولكن هذو يعني والله غير لازم يعني هذو اللي كان يتحكموا ويتاخذوا الواحد معاهم الاجراءات القانونيه صارمه، ثاني ماشي يعني ماشي هكذا دير يتحرق برك في اي وقت. حنا موالفين ننقيو الملاك نتاوعنا، ننقيوهم ونسقمو كلش ونقوزوه في بلاصه حتى لما ديسمبر باش نحرقوه، باسكو كاين طاحت الشتا ديجا تبرد الحال، تقدر تتحكم في النار ماشي كيما درك ما تقدرش تتحكم في النار. هذا اللي يقول نشعل وندير اسمه عمدا، يعني عمدا هذه هي. يعطيك الصحه. الله يسلمك. الله يسلمك.